خبر عاجل قدامي، وصول لطائرة النادي الأهلي، وصول لطائرة أبطال العشرة، وصول لطائرة أبطال إفريقيا إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة طيران استغرقت حوالي 5 ساعات ونصف من مطار محمد الخامس في كازابلانكا إلى مطار القاهرة الدولي. عقب المباراة مباشرة بالأمس الفريق توجه إلى مطار محمد الخامس وأنهأت كل إجراءات السفر، وقدامكم على الشاشة استقبال طبعا فريق النادي الأهلي في مطار القاهرة الدولي. أبطال إفريقيا وصلوا إلى أرض الوطن حاملين كأس إفريقيا. هذه الإنجازات وهذه البطولات يا جماعة كنا مفتقدينها خلال السنوات السابقة. قدامنا طبعا زي ما انتم شايفين على الشاشة أفراد الجهاز الفني، الكابتن سيد عبد الحفيظ، دكتور محمد سراج، كابتن أمير توفيق، كابتن سامي أمصان، كيفن جونسون، بيتس وموسيماني. شايفين طبعا وصول البعثة بالكامل إلى مطار القاهرة الدولي، وسعادة كبيرة جدا بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. هذه اللقطات خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي لوصول بعثة فريق النادي الأهلي بعد إنجاز طيب وإنجاز كبير، الفوز بدوري أبطال إفريقيا، البطولة العشرة. نادي القرن دايما بيسطر التاريخ، كتاب التاريخ دايما بيفتح صفحاته لكتابة إنجاز جديد من إنجازات النادي الأهلي. علي معلول، علولو، دوري أبطال إفريقيا معلول، سنتين متتاليتين مع النادي الأهلي. صحف التونسية وكل الإذاعات التونسية منذ الأمس بتتكلم عن إنجاز علي معلول مع النادي الأهلي، فرحتهم بعلي معلول مع النادي الأهلي، فرحة المغاربة كمان بوجود بدري بنون. وعايز أشيد يا جماعة برضو بحاجة مهمة جدا لازم ألقي الضوء عليها عشان جمهورنا برضو يبقى عارف الكواليس. كل التحية والتقدير للشعب المغربي الشقيق ولكل الزملاء الإعلاميين في المغرب على الحفاوة وعلى الاستقبال وعلى الكلام العظيم اللي اتقال في حق النادي الأهلي خلال ال 72 ساعة اللي فاتت. منذ أن وصلت البعثة إلى مطار محمد الخامس ما في كلمة بتتكتب في جرنان، ما في كلمة أو تعليق بيتقال في إذاعة أو حتى في تلفزيون إلا والإشادة بالنادي الأهلي، الإشادة بإنجازات النادي الأهلي، الإشادة بنظام ولاعبي النادي الأهلي. الصحف المغربية والزملاء في المغرب والجمهور المغربي كان موجود مع فريق النادي الأهلي لحظة بلحظة بيأزروا وبيسندوا وبيشجعوا البطولة في المغرب، لكن كانوا سعداء بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا. بدري بنون سعداء بوجوده مع النادي الأهلي وفوزه بدوري أبطال إفريقيا. بالمناسبة بدري بنون مرجعش مع البعثة، بدري بنون يمكن موجود في المغرب واخد أجازة حوالي 24 ساعة 48 ساعة ويرجع إن شاء الله للقاهرة عشان الفترة القادمة، لأن عندنا ضغطة مباريات في الفترة القادمة بالتأكيد مهمة جدا، وفرق النقاط مع نادي الزمالك في الدوري العام مهم جدا ننتصر في المباريات القادمة. لكن طبعا الفريق ياخد نفسه النهاردة ومن بكرة يكون في استعداد لمباريات الدوري. قدامنا بعض اللقطات طبعا اللي شفناها من وصول الفريق، الحمد لله اطمأنينا على وصول البعثة بالكامل إلى مطار القاهرة الدولي. أبطال إفريقيا، نادي القرن، وفي فترات سابقة يمكن أنا عشت لحظات زي دي. أنا فاكر في مرة وهم راجعين من اليابان الأتوبيس المكشوف لما مر في شوارع القاهرة، دوري أبطال إفريقيا لما الأهلي عاد من تونس بعد الفوز على الصفاقسي، عام 2012 الفوز على الترجي، عام 2013 الفوز في استاد المقاولين بحضور مش أقل من 50,000 متفرج. محمد هاني عاد من الإصابة لكن في نفس الوقت موجود أكرم توفيق. ميزة الفريق البطل الأساسي زي الاحتياطي، واللقطة دي محمد محمود وكريم نيدفيد خدوا بالكوا هم مقيدين في القائمة الإفريقية عشان كده امبارح كانوا موجودين وبيستلموا ميداليات، لكن تخيلوا لعيبة مصابة بقالها فترة، شوفوا بقى الروح الجميلة اللي جوه النادي الأهلي. لعيب ممكن يكون مصاب سنة وسنتين ممكن ما تصبرش عليه، لكن إيمانك باللعيب ده وإنك بتقف في ظهره لغاية لما يقف على رجله، ده اللي حصل داخل النادي الأهلي مع كريم نيدفيد ومع محمد محمود. اتنين لعيبة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى القروي وعلى المستوى الأخلاقي على أعلى مستوى، فكان لازم تقف في ظهرهم لغاية آخر لحظة، والتكريم كمان ليهم عشان هم يرجعوا ويكونوا جاهزين للفترة الجاية مع البعثة في المغرب. مش هيلعبوا الماتش، مقيدين في القائمة الإفريقية لكن مش هيلعبوا الماتش، لسه مش جاهزين، لكن طلعوا على المنصة واستلموا الميدالية. أليو ديانج الدبابة البشرية عامل شكل رائع في وسط الملعب. سكواد النادي الأهلي 30 لاعب على أعلى مستوى، حمدي فتحي، عمرو السولية يا جماعة ركزوا في أداء عمرو السولية لعيب فنان، وليد سليمان من اللعيبة الخبرة اللي مهمة جدا داخل النادي الأهلي.
وليد سليمان من اللعيبة اللي وجودها داخل النادي الأهلي أو مع النادي الأهلي في أي بعثة حتى لو مصاب مهم جدا، لأن أنت في بعض الأحيان بتحتاج اللعيب الخبرة دي في ظروف كتير وفي ظروف مهمة. في بعض الأحيان وفي بعض الظروف وأنت في مباريات صعبة في دوري أبطال إفريقيا محتاج كلمة من لعيب كبير كان موجود مع جيل عظيم منذ حوالي 9 سنين أو 10 سنين، ومش هننسى هدف وليد سليمان مع الترجي التونسي عام 2012. فبالتالي قائمة الأهلي زي ما انتم شايفين اللعيبة قدامنا على الشاشة: حمدي فتحي، مروان محسن، محمد هاني، كيفن جونسون، أحمد فوزي، كابتن أحمد فوزي مدير الدوري جونيور، أجاييه، علي لطفي، كابتن ماهر عبد العزيز، محمد محمود، كريم ندفت، علي معلول، الشيف محمد الدالي من الناس اللي موجودة برضو دايما مع الأهلي في كل الرحلات الخارجية، دكتور وفائي أخصائي العلاج الطبيعي، كابتن بيتسو موسيماني، كابتن سامي أمصان. كل واحد يا جماعة ليه دور مهم جدا داخل صفوف الأهلي، وكل واحد بيشتغل في الجزئية اللي فيها تخصصه، ومحدش يتخيل ان فريق بينجح بسبب هدف لاعب او فكر مدرب بس، لا هو عمل جماعي. انت بتسافر رحلات في افريقيا بتواجه صعوبات كبيرة، معاك كشيف بيحضر لك كل الامور الخاصة بالاطعمة، والرحلات الافريقية بيبقى فيها صعوبات كبيرة جدا. انت لو مش معاك طباخ او معاك شيف في الرحلات ديت هتواجه صعوبات كبيرة جدا، وممكن ده يأثر